بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة خمسة؟ بجد بجد وحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة معانا أول درس في الجغرافيا اللي هو الدرس التمهيدي اللي هو أنواع الموارد. يلا بينا نبدأ. طيب هنا طبعا الدرس التمهيدي اللي هو أنواع الموارد، لما يقول لي يعني إيه مورد؟ إيه معنى كلمة مورد؟ المورد يا ولاد هو كل حاجة حوالينا بنستفيد منها، أي حاجة بنستفيد منها وهي حوالينا ده معنى إيه؟ مورد. طيب يا مستر بس استنى بقى، ده أنت قلت إن هنا في أنواع الموارد، أنواع يعني معنى كده إن في أكتر من مورد. هنقول لحضرتك طبعا كلامك صح، إحنا عندنا نوعين، عندنا الموارد الطبيعية وعندنا الموارد البشرية. طب يا مستر يعني ايه موارد طبيعية؟ او زي ايه؟ زي التربة اللي احنا بنزرع فيها، زي الهواء، زي المية. طيب ايه هي بقى الموارد البشرية؟ الموارد البشرية اللي هي المنتجات الصناعية اللي احنا بنروح ويشتروها من المحلات او السوبر ماركت. طيب جميل جدا جدا، انا عايزك بقى يا مستر كده تكلمنا عن الموارد الطبيعية عشان تفهمهاني، لان انا ما فهمتها. اقول لك يلا بينا. يعني بقى موارد طبيعية هي الموارد التي منحها الله للإنسان، يعني كل حاجة ربنا أعطاها لك، منحها يعني أعطاها. طيب نكمل، دون جهد من جانبه في تكوينها. يعني ايه؟ يعني انا وانت ما عملناش اي حاجة فيها، اتولدنا لقينا الحاجات دي موجودة. طيب جميل جدا، زي ايه بقى يا مستر؟ زي المية، نهر النيل احنا اللي عملناه ولا ربنا؟ ربنا طبعا، يبقى مورد طبيعي. زي الهواء، مين اللي جاب الهواء؟ ربنا. طيب زي التربة، مين اللي جاب الارض؟ ربنا، يبقى مورد طبيعي. النبات الطبيعي، مين اللي جابه؟ ربنا سبحانه وتعالى. الثروة المعدنية، ان احنا بنحفر تحت الارض وبنطلع الحديد والحاجات ديت منين؟ اللي حطها في باطن الارض الله سبحانه وتعالى، يبقى ديت موارد طبيعية. شطر يا ولاد. طيب يا مستر انت مصدع دماغنا من الصبح وقعدت تقول لنا موارد طبيعية، ايه بقى هي اهمية الموارد الطبيعية؟ ايه اللي هيجبرني ان انا اتن افهم كل حاجة عن الموارد الطبيعية؟ اقول لك خمس حاجات، ركز بقى معايا. اول ثلاث حاجات لازمة، المياه لازم، التربة لازم، الخامات لازم. طيب مصادر الطاقة نسموها اساس، وبعض الموارد الطبيعية. طب يلا بينا نشوف، المياه لازمة لايه؟ الانسان والحيوان والنبات، لو ما فيش مية لا الانسان يعرف يعيش ولا الحيوان ولا النبات. طب شطة. طيب التربة لازمة لايه؟ للزراعة، لو ما فيش تربة مش هيكون في زراعة. طيب الخامات لازمة لايه؟ للصناعة، انا محتاج كل الخامات الزراعية والصناعية عشان ابدأ ان انا استخدمها في الصناعة. مصادر الطاقة اساس التقدم الصناعي، يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه هي الاول مصادر الطاقة؟ اللي هو البترول والغاز الطبيعي، لو ما عنديش بترول ولا غاز طبيعي ولا جاز ولا بنزين ولا اي حاجة، مش هقدر اشغل كل الالات اللي موجودة في المصانع، مش هقدر ان يكون في ايه تقدم ولا تطور ولا مصانع ولا شركات. بعض الموارد الطبيعية تستخدم في انواع السياحة. شطر يا ولاد. طب هنا بقى مستر بقى الموارد الطبيعية اللي موجودة في مصر، انت قاعد تكلمنا عن موارد طبيعية، انا عايز اعرف بقى الموارد الطبيعية اللي موجودة في مصر. نقول لك اهم حاجتين، اللي هو نهر النيل، ده مورد طبيعي ولا لا؟ مورد طبيعي. وايه تاني؟ والنباتات الصحراوية او النبات الطبيعي، مورد طبيعي ولا مش مورد طبيعي؟ طب نهر النيل بيفيدنا في ايه؟ اهم مصادر المياه العذبة في مصر. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني نهر النيل هو اللي بيخلينا نزرع، هو اللي بيروي الزرع بتاعنا. طيب الزراعه ده بتبقى موجوده فين؟ في الوادي وفي الدلتا، في الاماكن اللي هي جنب نهر ايه؟ النيل. يبقى مهم ولا مش مهم؟ مهم. طيب قال لك ان احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها نبات طبيعي وعندنا حاجه اسمها غابات. لما تروح كده الصحراء وتلاقي زرعة مثلا زي الصبار وبعدها بحوالي كيلو زرعة تانية زي اسمه نبات طبيعي، ان الارض ما فيهاش نباتات ياما، لكن لما تلاقي اشجار ياما وحيوانات ده نسموها غابات. طب الاتنين بيتميزوا بايه؟ بنظرة الامطار. ازاي؟ ما هو احنا لو عندنا مطر قليل فبالتالي هيكون عندنا نبات ايه؟ نبات طبيعي، لان النبات الطبيعي بيقوم على ايه؟ الامطار القليله، لان لو في امطار ياما هيبقى عندنا غابات، وللاسف مصر ما فيهاش غابات لان احنا ما عندناش امطار، لان المطر بتاعنا بيكون اللي موجود في مصر بيكون في الشتاء ويكون على فترات متباعده، بعكس الدول الثانيه الامطار عندهم موجوده في الصيف والشتاء وفي الليل والنهار، وطبعا بالتالي يكون عندهم غابات. يبقى
ندرة الأمطار دليل على إن إحنا عندنا في مصر إيه؟ نبات طبيعي، لأنه مش محتاج مطر قليل. طيب هنا يقل إيه؟ الغابات. تعال بقى نشوفهم. يبقى ندرة الأمطار نقوله تنتشر إيه؟ النباتات الصحراوية. طيب ندرة الأمطار نقوله إيه؟ تقل أو تنعدم الغابات. شطار يا أولاد. طيب يا مستر، هو الإنسان هيسيب كل الموارد ديت نظيفة؟ لا مش معقول طبعا، لازم الإنسان يغير فيها. هيعمل إيه؟ هيعمل حاجة اسمها التلوث. إيه بقى هو التلوث؟ زي ما إحنا كده شايفينه قدامنا، التلوث هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية. إزاي؟ لما أنا أجيب لك كوباية المية النظيفة ديت وأقول لك اتفضل حضرتك اشرب، شايف؟ هو المية ديت مش مورد؟ اه مورد. ومورد طبيعي ولا مش مورد طبيعي؟ ومورد طبيعي. ونضيف ولا مش نضيف؟ نضيف. طب لما اجيب لك بقى كوباية تانية بالشكل ده واكون حاطط لك عليها ملوثات، هتشربها؟ لا طبعا. ايه اللي حصل؟ يبقى هنا التلوث معناه حدوث تغيرات. الكوباية بتاعت المية حصل فيها تغيرات. ايه هي التغيرات؟ ان اللون بتاعها اختلف والطعم بتاعها اختلف، وبالتالي المية هتكون ملوثة وهتكون معدية. طيب ندي مثال، شايف البت الحلوة ديت وهي بتستنشق الهواء، لان الهواء نقي وجميل جدا جدا جدا. طيب انا لما اقول لك بالشكل ده، شايف البنت ديت لبست كمامة لان في دخان كتير طالع من المصانع، مش هتقدر ان هي ايه تستنشق. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الهواء حصل له تغيرات وتلوث. طيب هنا شايف نهر النيل الجميل جدا جدا جدا، شوف بقى لما الانسان بقى رمى فيه الزباله هينفع ولا لا؟ يبقى هنا حصل فيه تغيرات ولا لا؟ يبقى التلوث هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. انا بعد ما حطيت في الميه اتربه مش هقدر ان انا اشربها، يبقى غير صالحه للاستخدام البشري. بعد ما خليت دخان المصانع يبقى موجود في المنطقه مش هقدر استنشق الهواء، يبقى فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. بعد ما رميت الزباله في نهر النيل فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. شطر يا ولاد. طب ايه هي بقى الموارد البشريه؟ قال لك ان الموارد البشريه هي الموارد التي يقوم الانسان بانتاجها لاشباع حاجاته. الانسان هيبدا ان هو يطور في الموارد ديت عشان يستفيد منها. طيب زي ايه؟ المنتجات الزراعيه والصناعيه. بس هنا اقف يا مستر، انت قلت لنا المنتجات الزراعيه من ضمن الموارد البشريه؟ طب ما انت قايل لنا قبل كده ان النبات الطبيعي من ضمن الموارد الطبيعيه. يبقى ركز معايا، عندي هنا مورد طبيعي اللي هو ايه؟ النبات الصحراوي او النبات الطبيعي. عندي هنا مورد بشري اللي هي ايه؟ الزراعه. ايه الفرق؟ اصل هنا في النبات الطبيعي ان حبة مية بتنزل من السماء بتطلع النبات ده بدون ما الانسان يشتغل فيه، لكن هنا في الزراعة ايه اللي بيتم؟ بنجيبه مورد طبيعي اللي هو التربة، وبعدين نروح نجيبه حبة بذور، وبعدين نرموها في الارض، وبعدين يفلحوا الارض ويرعوها، وبعدين يجيبوا مية عشان يروها، وبعدين كل ده من اللي بيعمله الانسان. يبقى هنا الانسان هو العامل الاساسي ولا لا؟ يبقى الزراعة ايه؟ مورد بشري. لكن النبات الطبيعي عشان الانسان ما بيعملش فيها اي حاجه مورد ايه؟ طبيعي. طيب هنا خلي بالك، هنا بيقول لك ايه؟ الصناعه تؤدي الى نمو المدن وزياده المواصلات. ازاي بقى؟ عندنا مصانع بالشكل ده، ايه اللي هيتم؟ المصانع ديت محتاجه ايه؟ محتاجه عمال ياما، فالعمال هيجوا من كل مكان، يبقى هيزودوا المدينه بالناس ولا لا؟ ده اسمه النمو ايه؟ نمو المدينه. طيب ان الناس ديت مش محتاجة طرق ومواصلات، يبقى بالتالي في زيادة المواصلات. يبقى الصناعة تؤدي الى نمو المدن وزيادة المواصلات. شطار يا اولاد. طيب انا اقول لك بقى الاسئلة ازاي بتيجي على الدرس ده. لما يقول لي هنا تنقسم الموارد الى ايه وايه؟ طبعا نقول له موارد طبيعية وموارد بشرية. شطار يا اولاد. لما يقول لي هنا بما تفسر تسمية الموارد الطبيعية بهذا الاسم، يعني بما تفسر؟ يعني قول لي ايه السبب، ايه السبب اللي خلانا نسمي الموارد الطبيعية بهذا الاسم؟ نقوله لانها توجد في الطبيعة دون جهد من الانسان، دون جهد من الانسان. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني اني
الموارد الطبيعية ربنا هو اللي خلقها والإنسان ما عملش فيها أي حاجة. لما يقول لي ما المقصود بالموارد الطبيعية، نقول له هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينها، وتشمل الحاجات اللي احنا قلنا عليه. شطر يا اولاد، برافو عليكم. طب لما يقول لي بما تفسر اهميه الموارد الطبيعيه، احنا قلنا خمس حاجات، انا هقول لك هنا اربع حاجات. قال لك ان المياه لازمه والتربه لازمه والخامات لازمه. طب المياه لازمه للانسان والحيوان والنبات، التربه لازمه للزراعه، الخامات لازمه للصناعه، مصادر الطاقه هي اساس التقدم الصناعي. لما يقول هنا اكمل، يعتبر نقط من اهم مصادر نقط في مصر. هو ايه اللي احنا قلنا عليه؟ نهر النيل من اهم مصادر ايه؟ المياه العذبه في مصر. طب لما يقول لي بما تفسر قيام الزراعه في الوادي والدلتا، يعني ايه السبب اللي خلى في زراعه في الوادي والدلتا؟ هنقوله عشان في حاجتين، في ميه عذبه اللي هو نهر النيل، وفي تربه خصبه ينفع احنا نزرع فيها. طب لما اعكس لك بقى السؤال واقول لك ما النتائج المترتبه على توافر المياه العذبه والتربه الخصبه، يعني ما النتائج؟ يعني ايه اللي حصل لما بقى عندنا ميه عذبه وتربه خصبه؟ طبعا قامت الزراعة في الوادي والدلتا. لما يقول لي هنا بقى بما تفسر لا توجد في مصر غابات، احنا ما عندناش في مصر غابات. طيب بما تفسر وجود وانتشار النباتات الصحراوية في مصر، بسبب ايه؟ نظرة الأمطار. طيب هنا اكمل، مصادر الطاقة ضرورة لقيام ايه؟ النشاط الصناعي. طب نقط من المصادر الرئيسية للطاقة، احنا قلنا حاجتين اللي هو البترول والغاز الطبيعي. طب بما تفسر تدهور الموارد الطبيعية في مصر، ليه الموارد الطبيعية تدهورت وبقت ايه؟ يعني مهملة جدا جدا، بسبب سوء استخدامها. طيب ما النتائج المترتبة على سوء استخدام الموارد الطبيعية؟ يعني ايه اللي حصل لما بقى في سوء لاستخدام الموارد الطبيعية ادى الى تلويثها وتدهورها؟ طب ما المقصود بالتلوث؟ هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير صالحة للاستخدام البشري. طيب ما المقصود بالموارد البشرية؟ هي الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها لسد احتياجاته من المنتجات الزراعية والصناعية زي ما قلنا. طب أدت الصناعة إلى إيه؟ نمو المدن وزيادة إيه؟ وزيادة وسائل المواصلات. وبكده يا أولاد نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وانتظروا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.